معك عيسى الجوكم. بدون شك مثل ما قال نور في ختام التقرير، هو فوز معنوي الأردن بكرم إلى محاورات عديدة في 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 آسيا، هو يعني انتشارا وطموحا أكبر المنتخب اللبناني. مباراة استعدادية كان الأردن فيها الأفضل على في مجمل المباراة، المباراة الشوطين، نقول إنه فوز معنوي، ونتمنى حقيقة أيضا للمنتخب اللبناني التوفيق في التصفية. إيه بس هذا الكلام عائم، يعني أنت تعتقد الأردن ممكن يتأهل؟ لا تنسى أنه بيتأهل أول بطل المجموعة. صحيح. أو بطل المجموعة أو أفضل أربع ثواني. صحيح كلامك، وبالتالي أنا قلت لك أنه بالنسبة لمقارنة المنتخب الأردني بالمنتخب اللبناني، الأردني كان إلى محاولات سابقة. لا ما عم بتجاوبني أنت، أنا عم بحكي على المنتخب الأردني من مجموعته يا حبيبي. صعبة أبو كرم، صعبة أبو عوف، صعبة بالتأكيد، صعبة. نعم صعبة في وجود أستراليا، صعبة صعبة. لأن بس أستراليا أوكي، متى بس بيطلعوا أربعة بعدين؟ ممكن بيكون بينه وبين منتخب الكويت. إيه بينه وبين المنتخب الكويتي الصراع بيكون بينهم وبيستمر، لكن اليوم تأثر أكيد المنتخب اللبناني بالتوقف من يناير مصطفى، واليوم إصابة ثلاثة لاعبين في المباراة بالشد العضلي نظرا لتوقف النشاط الرياضي في. بس كمان في الأردن يعني إغلاق وكورونا everywhere بكل مكان. لا بس لبنان كان متأثر أكثر لأن فعلا كان توقف. طب يعني شو رأيك، شو وضعه للبنان بال؟ لبنان عنده يمكن بعد فرصة بس ضئيلة في وجود كوريا، بعد صعب جدا كوريا الجنوبية. زماناتهم غلبوهم حتى لو هاي، لكن كوريا الجنوبية هي في المركز الأول، وبعد ذلك ما بين الثلاث فرق الموجودة بتنافس على البطاقة الثانية. طيب.